الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والنصر والتمكين. إلى متى سيبقى الليبيون يعانون من هذه الأزمات المتفاقمة في حياتهم اليومية؟ ومتى تتوقف أخبار القتل والحرب ونسمع بدلا عنها أخبار التنمية والنمو والازدهار؟ كل ذلك يبقى في حيز الأمنيات ما لم نستوعب طبيعة الصراع وماذا يراد لنا، وما هو موقفنا من القضايا المصيرية، وهل مصيرنا ومستقبل أولادنا مرتهن بقرار من الأمم المتحدة وبموقف الدول الكبرى، أم هو أمر سيادي لا يمكن التنازل عنه؟ في هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على القضية الليبية من الناحية الاستراتيجية وأهمية موقع الجيوسياسي للمنطقة، مع الكاتب والباحث السياسي الجزائري رضا يحيى الحسيني. فباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بالأستاذ رضا الحسيني. مرحبا أستاذ رضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم ومرحبا، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، وأشكركم على هذه المناسبة السعيدة حتى نطل على إخواننا في ليبيا وعلى المغرب العربي جميعا، ونتمنى لهم أيضا سعيدا رغم المآسي، وأيضا انعطافا راشدا ممكنا لهذه الأمة، الأمة الليبية والأمة الإسلامية عموما. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك وكل عام أنت بخير. أستاذ رضا، لو أبدأ معكم في ما أهمية موقع ليبيا الجيوسياسي والعسكري في المنطقة؟ على كل حال، موقع ليبيا جيوسياسيا، جيوجغرافيا يعني جيوسياسيا عن طريق الجغرافيا السياسية، لا شك أنها تتوسط البحر الأبيض المتوسط، ومما يجعلها ارتكازة استراتيجية لأي انطلاقة عسكرية، انطلاقة اقتصادية، انطلاقة حتى ديموغرافية. ولعل ما كان من الحوادث التاريخية العظيمة المنطلقة من هذا البلد، حتى الرومان تعرفون قبلهم حنبعل يعني استطاع أن يصل إلى أعتاب روما، والرومان اتخذوا منها قاعدة استراتيجية، مرتكز استراتيجي للسيطرة على الشمال الإفريقي والحوض المتوسطي، فمكانتها طبعا مهمة جدا، مما جعل حتى بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية جعلها محطة أطماع لقوى دولية أغلب يعني متمثلة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ممن كانوا يرون فيها مرتكزا استراتيجيا مهما. ولعل قصة محاولة تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، برقة وفزان وطرابلس، توضح لك أهمية هذه المنطقة، حتى أن اللاعبون الكبار بعد الحرب العالمية الثانية لم يستقروا على قرار واحد وأرادوا تقسيمها، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر غير ذلك. طيب، يعني لو بالنظر إلى هذا الشعب الصغير من حيث عدد السكان ومحاط بكتل بشرية ضخمة في الجزائر أو في مصر أو حتى أفريقيا، لماذا تتكالب عليه دول إقليمية كالإمارات ومصر وكذلك دولية كبريطانيا وفرنسا، يعني تتكالب عليه وتعوق بناء دولته؟ وما هو الخطر الذي تتوقعه تلك الدول من دولة ناشئة بعد الثورة؟ هو مكانة ليبيا الحقيقة مع الأسف الشديد حتى الإخوة الليبيين لا يعرفون قدر بلادهم وقدر أنفسهم، وخاصة بعد هذه الثورة المجيدة يعني المباركة. الآن أصبحت ليبيا مرتكزا
خطيرا استراتيجيا للأمة الإسلامية، بحيث أنها ممكن أن تكون انطلاقة من المغرب العربي وتتصل مع الثورة المباركة أختها في المشرق العربي التي هي الثورة الشامية المباركة وما يلحقها من الثورة اليمنية والعراقية. يعني ما أريد أن أقوله أن الأهمية الاستراتيجية لليبيا وثورتها خاصة في هذه اللحظات، في هذه المرحلة الحرجة من التغيرات الخطيرة الاستراتيجية التي تقع على مستوى التوازنات الدولية، توازنات القوى الدولية، تعتبر ليبيا مرتكزا خطيرا، بحيث أصبحت الآن رغم يعني كتلتها الديمغرافية الضعيفة مقارنة مع ما حولها، تسليحها التقليدي المتوسط مقارنة مع الدول الإقليمية وحتى الدول الأوروبية المقابلة لها والدول الإقليمية المحيطة بها، رغم ذلك يعرفون قيمتها، يعرفون خطرها. لماذا؟ أولا لأنها تمثل الانطلاقة الفكرية الحضارية الثورية للأمة الإسلامية في الكتلة الغربية. ما يقع في ليبيا ليس أثره على ليبيا فقط، أنت ترى أن النظام الجزائري يعني ترتعد فرائسه من مخرجات الثورة الليبية، ترى السيسي والنظام الانقلابي في مصر ترتعد فرائسه من مخرجات الثورة الليبية، ترى إثيوبيا وإسرائيل، أو أنا أسميها الدولة اليهودية، إسرائيل نبي من أنبياء الله عليه السلام، يعني انظر إلى حركات نتنياهو الأخيرة تنبئك حجم ارتباك الدولة اليهودية بل والمنظومة الدولية من مخرجات هذه الثورة، رغم أنها تبدو في أعين الليبيين أنها صغيرة، تبدو في أعين المحيطين بها أنها صغيرة، لكنها صدقني وأنا أعرف ما أقول، على المستوى الجيوستراتيجي، على المستوى الجيوسياسي، على المستوى الحضاري والتاريخي، تعتبر نقطة مؤثرة ثقيلة جدا، بدليل أن روسيا تحسب لها حساب، أمريكا تحسب لها حساب، بريطانيا تحسب لها حساب، الناتو يحسب لها حساب، الدول الإقليمية تحسب لها حساب، تركيا تحسب لها حساب لإطلالتها البحرية، لعمقها الحضاري، وأيضا لأنها تمثل يعني ممرا استراتيجيا للثروة الإفريقية عموما. كل الطرق الاستراتيجية الخطيرة تأخذ منها الإفريقية، تأخذ ليبيا منها حصة الأسد، فهي تأخذ حصة إطلالة على البحر الأبيض المتوسط وحصة إطلالة ومعبر على القريب من البحر الأحمر. ف لو تروا مثلا خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في العالم، ربما المخرج يتعامل معها، سوف ترى أن الإحاطة بالجانب الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ينقصه حضور نحو عمق أكبر من جهة الغرب في البحر الأبيض المتوسط. ولعل ليبيا بكثافتها السكانية الضئيلة، بقوتها العسكرية البسيطة، بانهيار الدولة القذافية بين قوسين إذا سميناها دولة، تعتبر مركز أطماع للكثير من القوى الدولية لكي تكون مرتكزا لها. طيب، لكن هذا من ناحية الآن، لعل بتعبير آخر هي النظر إلى ليبيا من قبل الدول الأخرى هو نظر مصلحي يمثل يعني رؤية استراتيجية لهذه المطامع. لكن كيف نفسر قولك بأن أيضا هي يعني ستكون انطلاقة فكرية حضارية؟ من أين سيأتي هذه الانطلاقة؟ سؤال مهم جدا وقد يبدو في البداية صعبا، لكن خلينا نفكك السؤال واحدة واحدة. الانطلاقة الحضارية التي أقصدها أن العالم الإسلامي جاءه أعداؤه، مزقوه إلى حظائر، جعلوا على كل حظيرة أكرمكم الله كلبا مسعورا يحمي مصالحهم، ثم أصبحت السيرة على أن هذه الوطنية حماية تلك الحظائر والإدانة بالولاء لأولئك العملاء المسعورين. هذه الصورة عموما تلخص لك ما وقع للعالم الإسلامي. بالنسبة لليبيا، في المغرب العربي كان المغرب العربي واحدا، كان قويا، كانوا أسيادا تدفع لهم الجزية على البحر الأبيض المتوسط، وكانوا منارة تنير الظلام في الوسط الإفريقي. فالآن الثورة الليبية إذا ترى على ضعفها، على تشرذم أبنائها، لكنها
حققت مكاسب استراتيجية لم تعهد الأمة لها، يعني فقدتها الأمة منذ ثلاثة قرون. الآن سلاح أبنائها في أيديها، الآن يستطيعون أن يفاوضوا، أن يقولوا لا نريد ونريد. وهذه ليست حتى للنظام المصري أو النظام الجزائري، هم يتصرفون وفق إملاءات واضحة. الآن الثوار ولو على تفرقهم يفرضون كلمتهم نسبيا نوعا ما، عندهم سلاحهم في أيديهم. المرجعية أو النواة القبلية المستعصية على التفكك تعتبر صمام أمان استراتيجي للتفكك وتفسخ الشعب الليبي. وعندك أيضا الليبيين الآن يعني والحمد لله عندهم مرجعية شرعية وسياسية يريدون أن يصلوا إليها. فمثلا جمعية علماء المسلمين عندهم والشيخ صادق الغرياني بالمناسبة المستهدف الآن مع زعيم، أنا أسميه زعيم الفرقة الضالة المداخلة، الذين سوف ربما نتكلم على دورهم بعدين. فالآن عندكم سلاحكم، عندكم أرضكم، عندكم قبائلكم معروفين، عندكم بدأت الآن بعد 5 سنوات من الثورة تبلورون فكرا سياسيا، فكرا عسكريا، فكرا حضاريا، فكرا مرجعية شرعية. هذه مفقودة لدى الأمة الإسلامية. والآن نفسها الإخوة في المجاهدين في الشام يحاولون أن يصلوا إلى هذه المستوى. طبعا إذا نظرنا إلى هذه التحقيقات أو هذه المكاسب، ربما الإنسان الليبي يحتقرها. لكن عندما تسمع مثلا تصريحات أوباما عندما يقول أن الوضع القبلي جعل في ليبيا جعل من الوضع الليبي أكثر تعقيدا، نحن نعتبر هذا يعني مفخرة، صمام أمان، أن القبيلة لم أن العنصر أو العصبة القبلية لم تتفكك كما تفككت في الدول المجاورة، رغم ضخامة سكانها وتعدادها البشري لكنها غثاء. يعني صوت القبيلة لا زال مسموعا، صوت الشريعة لا زال مسموعا، رغم أن الأشواط لا زالت طويلة، الطريق لا زالت طويلة. نعم. لكن هذا النوع من المكاسب سيكون له ما بعده، وسيكون نواة لشيء مستقبلي حضاري بأتم معنى الكلمة. طيب، نريد أن نستشرف مثل هذا المستقبل الحضاري، يعني كيف بنظرك الآن كيف سيكون مستقبل دولة ليبيا إذا خرجت منتصرة على الثورة المضادة واستطاعت الوقوف معتمدة على مواردها؟ لا أريد أن أكون محبطا كثيرا للإخوة الليبيين، ولكن هذا هو ضريبة القيادة وضريبة السيادة. يعني الطريق لا زال طويلا، الخروج من ضربات الأزمة أو الثورة المضادة لا زال طويلا، هذا حسب تقديرنا، والله عنده علم الغيب. على كل حال، الله ينصر من يشاء، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن يعني متابعتنا للسنن، علينا أن ندرس الواقع كما هو. ليبيا الآن محاطة بترسانة عسكرية خطيرة جدا على السواحل الليبية. عندنا يعني ربما هناك صورة توضح بوارج بحرية منتشرة على السواحل الليبية، هي قوى الناتو، عندك القوى الأمريكية الإيطالية، غواصات بريطانيين وإيطاليين وأمريكيين وفرنسيين وألمانيين حتى، يعني كل الدول اللاعبين الكبار الآن متواجدين على الساحل، بل متواجدين بفرق متقدمة استطلاعية على الأرض الليبية. عندك شيء خطير ثاني، أنه التفكك الأوروبي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يخلق بعض الأوراق في الساحة الليبية. ربما سوف نرى هناك اختلافا كبيرا في الآراء وفي وحدة النظر الاستراتيجي للناتو وللغرب عموما نحو الساحة الليبية. سوف نشهد، هذا توقعاتي، أتوقع أنه سوف نشهد تحركات سرية لكل من فرنسا، وهي أعلنتها أنها تخوض حربا سرية في ليبيا سوف منفصلة. سوف نشهد أيضا بريطانيا تتحرك بطريقة منفصلة لحماية مكتسباتها التاريخية كما تعلمون في ليبيا. سوف نشهد أيضا تكتل بين إيطاليا، أتوقع هذه كل توقعاتي، تكتل بين إيطاليا وألمانيا وروسيا لحماية المكتسبات التاريخية، كل يريد أن يلعب دورا هناك. لكن أيضا هناك عنصر خطيرا هو العنصر الجنوبي. الجنوب هناك قبائل تحركاتها غير مفهومة لحد الآن، تعتبر في أكثر من الأحيان عائق للثورة الليبية.
عندكم الحدود الجنوبية مفتوحة جدا، يرتع فيها كل أجهزة الاستخبارات الدولية والمرتزقة وتجارة السلاح والمخدرات وغيرها، والهجرة الغير بين قوسين الغير الشرعية. عندكم يعني تحديات كبيرة جدا، للأسف شديد التحدي الأكبر هو الوعي والخطر الذي يحاك على ليبيا من طرف أبنائها. فدائما ندعو إلى رفع درجة الوعي، دائما ندعو إلى تفكيك الأزمة الليبية ودراستها دراسة واقعية، ووضع الخرائط وتتبع توزع القوى وآرائهم وتصريحاتهم. أنا عندي تصريحات جمعتها أكثر من 400 تصريح للقوى الغربية والدولية خطيرة جدا في الشأن الليبي. فأمامكم مهمة تاريخية ستكون ضريبة غالية، ولكن هذه هي ضريبة السيادة، ضريبة القيادة، ضريبة المشروع الحضاري. طيب، هو مع ذلك هذه كلها تعتبر تحديات أمام النجاح. في حالة أن تجاوز هذه النقاط كلها، ففي حسب ما تفضلتم أن هناك ستكون انطلاقة كبيرة، لكن ماذا ستتوقع في مستقبل هذه الدولة الناشئة؟ هل يمكن أن يكون لها خطر على أوروبا، على النظام الدولي؟ هل يمكن أن تكون رخاء ونعمة واستقرار لأهل البلد دون أي نتيجة خارجة؟ بالنسبة إذا كفاكم الله سبحانه وتعالى شر الفرقة الداخلية، فأنا أبشر كل الإخوة في ليبيا كما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء استراتيجي بالنسبة لنا، نحن نعتقده، نحن نؤمن به، نحن نراه حتى، أن لا تهلك الأمة بعدو من خارجها. فإذا نجت الأمة الليبية كأمة واحدة وقبائل والشعب الليبي كله اتحد ونجت من سموم وخناجر الثورة المضادة وما يحاك لهم، لأن المنظومة الدولية تريد أن تبقي الحالة الليبية على ما هي عليه، يعني أنا عندي ما يؤكد ذلك، لا يريدونها أن تخرج نحو بناء الدولة. إذا استطاعت الأمة الليبية أن تحقق قفزة نحو الخروج من جلباب النظام الدولي إلى تحقيق نوع من السيادة، بحيث تكسب هامشا للبناء الداخلي وترتيب الصفوف وإعادة الإعمار وإعادة صياغة العقل الليبي في الابتكار والقيادة والريادة، فأظنها ستكون تجربة رائدة في الأمة الإسلامية، لأن العالم سوف يشغل ببعضه، الكبار الآن بدأوا ينهارون من الداخل، سوف يتجهون نحو الصراعات بينهم وسوف ينشغلون عنا إن شاء الله قليلا. الأمة الليبية لابد أن يستغلوا هذه الفرصة التاريخية وأن يتخللوا ويتسللوا نحو الشروخ التي تقع الآن بين النظام في النظام في داخل النظام الدولي بين قوى الشرق والغرب والقوى الأوروبية. لابد أن الإخوة الليبيين يغتنموا هذه الفرصة التاريخية وأنهم يتحملون دفع الضرائب من أجلها، الضريبة الغالية لابد أن يقدموها. إذا فعلوا ذلك فأنا أبشركم وأتوقع، وكما قلت دائما، سوف تكون الأمة الإسلامية في يوم ما مدينة لأهل الشام الشرفاء ولأبطال ليبيا البسطاء. طيب أستاذ رضاء، الآن أنت ذكرت بعض هذه الاختلاف اللي واقع في المعسكر الغربي نحو ليبيا، لكن بنظرك الآن هل المشروع المضاد للثورة في ليبيا هو مشروع واحد أم عدة مشاريع؟ بمعنى هل ما تريده فرنسا وبريطانيا هو نفسه ما تسعى إليه أمريكا، أم مصالحهم متضاربة؟ هناك هدف واحد ووحيد، أن تبقى ليبيا البقرة الحلوب للمنظومة الدولية، هذا واضح. أما بالنسبة للمشاريع فأنا أؤكد لك أن أكثر من مشروع يريد أن يضرب ليبيا ويريد أن يضرب الثورة الليبية ويخضعها، يخضع الثورة الليبية للإرادة الدولية. هناك المشروع الغربي بقيادة الناتو، هناك المشروع الشرقي بقيادة روسيا، هناك المشاريع الإقليمية، هناك النظام الجزائري مثلا لا يريد أبدا أن الإرادة الثورية تشكل دولة، وإلا سوف تشجع الشعب الجزائري أنه يثور على حكومة انقلابية منذ التسعينات. هناك حكومة انقلاب في الشرق عند السيسي لن يقبل أبدا بمثلا حكومة
دولة نتجت عن إرادة ثورية شعبية في عند حدوده. لهذا هو الآن يطالب أو يطلب بكل يعني وقاحة النظام الدولي بأن يعطيه أسباب القوة ويسلح عملائه هناك وحلفائه في الداخل الليبي لكي يعني يخضع هذه الثورة. عندكم مثلا المنظومات الملكية المحيطة بها، انظر مثلا الإمارات وما تفعل في ليبيا، لماذا الإمارات تحديدا تفعل في ليبيا هذا؟ فمشاريع كثيرة، مشاريع دولية، مشاريع إقليمية، بل ومشاريع أيضا سبحان الله مع الأسف الشديد مشاريع يعني جهوية في الداخل. الآن المنادات بالفيدرالية وبالتقسيم من الداخل، هذه كلها أخطار واضحة وسكاكين من الداخل ومن الخارج. لكن ماذا تريدون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان العالم ربما يموج موجا ويمر مورا مثل اليوم يعني، ولكن مع ذلك إذا أجمعتم أمركم بإذن الله وعرفتم يعني حجم المؤامرة التي عليكم والسكاكين الموجهة إليكم، ربما إن شاء الله ستكونون أول الناجين، بل والقاطرة التي تقود الشمال الإفريقي نحو الانعتاق من العبودية ورفع الهيمنة والوصاية الغربية الأجنبية. طيب الأستاذ رضا، الآن هذه كلها مشاريع وكل كما يقال كل يبكي على ليلاه، لا توجد دولة تتحرك خارج وخاصة خارج حدودها إلا وهي تريد مصلحة نفسها، لكن هذا العالم الآن نظام دولي كثير منه مترابط وهو راسخ الوجود في هذا العالم، ولا البعض يقول لا يمكننا أن نعيش خارج العالم ولابد أن نتعامل معه ونتعامل بإيجابية، يعني كما يقال السياسة فعل الممكن. كيف لبلد صغير يتعرض لكل هذه الضغوطات ويبقى بدون حليف قوي يرتكن إليه؟ هناك من يقول أن لو نرتمي في أحضان أمريكا أهون إليه من بقية السيناريوهات الأخرى. هذا الكلام يعني أؤكد لك أنه مرفوض استراتيجيا، مرفوض سياسيا، مرفوض عقلا، ومرفوض شرعا. سوف أبين لكم لماذا قلت هذا الكلام. أولا قولك يعني قول البعض أن هذا العالم متماسك وراسخ، أنا أعارض هذا بشدة بل وأفند هذا بجدة. الأوضاع، الثورات العربية والأزمات الاقتصادية وما يحدث الآن أمام أعيننا في العالم أوضحت وأكدت أن النظام الدولي أوهن من بيت العنكبوت، وأنه يعني ليس راسخا وليس متحكما في اللعبة الدولية، بدليل ترنح الاتحاد الأوروبي والآن هو يمشي في طريق الاتحاد السوفيتي متفككا، والخروج البريطاني كان مدويا، الأزمة اليونانية كانت حاضرة وراسخة، أزمة اللاجئين جعلت من الاتحاد الأوروبي ومنظومة شنغن تنهار، عندك الأزمة الأوكرانية الآن تعمق الشرخ بين القوى الشرقية والغرب والناتو وروسيا، وأيضا هناك الصراع الكوري الصيني. العالم الآن يترنح وقيادة العالم بنظام قطبي واحد لا يمكن أن تستمر على خير الكريم. فالقول أن النظام العالمي والنظام الدولي راسخ هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ لا يقوله يعني أي واحد ينظر إلى الأخبار، ناهيك أن يقول محلل سياسي أو خبير استراتيجي. هذه من الناحية الاستراتيجية والسياسية. من الناحية الشرعية يعني الله سبحانه وتعالى أقرها متواترا في كتاب العزيز، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مستحيل أن يكون عندهم توافق، مستحيل أن يكون عندهم ذلك الرسوخ في اتخاذ القرارات الواحدة، بدليل أنه لحد الآن لم يستطيعوا أن يجدوا مخرجا آمنا بالنسبة لمصالحهم في اللعبة الليبية، في الساحة الليبية لم يستطيعوا أن يجدوا حلا لحد الآن. انظر كوبلر يناور ويناور ويناور ولم يستطع أن يجد حلا رغم الضعف الموجود في الضعف الداخلي في الساحة الليبية. عقلا أخي الكريم لا يمكن القول بذلك والتسليم بذلك. كيف ممكن لأحرار ليبيا أن يقبلوا بالوصاية؟ كيف ممكن لأحرار ليبيا أن يقبلوا بالعبودية والخضوع والذل 100 سنة أخرى؟ والله الموت أهون من ذلك، يعني يقولها يعني أقل واحد شريف في ليبيا. فالذي يريد أن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لا أخي نحن لا نقبل هذا. عندنا اليوم الآخر، عندنا الجنة، نؤمن بالله، نؤمن باليوم الآخر، نموت شهداء، خيرا من أن نعيش عبيدا أذلا.
هذا واضح، هذا خيار استراتيجي. من أراد أن يختار غير ذلك فهو يتحمل مسؤولياته، سوف يتحمل لعنات الأجيال التي تأتي من بعده. وأنا شخصيا لا أظن أن أي حر ليبي أو غير ليبي مسلم يقبل بهذا النوع من الرضوخ، بهذا النوع من الانهزام النفسي. يعني هناك كان يقول، من يقول كنا عايشين في وقت القذافي أحسن. لا يا أخي، ورغم المآسي ورغم الوضع الآن في ليبيا، الناس الآن بدأت، الأمة الليبية تفهم، يعني بدأت تخرج من الرماد قيادات أبطال، بدأوا يتعلمون فن الحرب، فن العسكرة، فن السياسة، بدأوا يفاوضون في أروقة النظام الدولي، بدأوا يقيمون قنوات إعلامية فضائية تبث الوعي. يعني شتان بين ذلك الوضع وبين ما هم عليه الآن. لا شك أنه لا مقارنة بين وضع الشعب الليبي أيام القذافي وبين الآن، ونحن الآن ليس في صدد هذه المقارنة. وعندما نريد أن نقارن بمعايير حقيقية وليست يعني التي يريدها نظام الاستبداد. لكن دعنا نعود إلى نفس النقطة، وهي قضية أن نحن نعيش في هذا العالم ليس ومعنا آخرون. نريد أن نتفاهم كيف نسير بين هذه التناقضات الدولية والاختلافات والصراع اللي حاصل بين الدول. لكن سأوجه إليك سؤال أستاذ رضا بعد فاصل قصير. أستاذنك في هذا الفاصل أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أستاذ رضا، الآن نعود إلى نفس النقطة الحقيقة، وهي قضية الآن هذا العالم المتناقض، وكما وصفته بها هناك صراعات كثيرة. ونريد أيضا نعقب على قضية أيضا ما روسيا بمناسبة أيضا زيارة حفتر وبعض السياسيين لروسيا. القضية أن هناك يعني تناقضات موجودة في هذا العالم، لابد من السياسيين أن يتعاملوا معه ويقول لك أن هذا فعل ممكن، والأمم المتحدة موجودة ولها مبادرات وتريد أن تحاول حل هذه الملفات التي العالقة في الساحة الليبية. فكيف تعلق على قضية أن جعل الحل السياسي يكون من الخارج ومن الأمم المتحدة بالتحديد؟ أولا لابد أن يكون هناك قناعة راسخة أن الأمم المتحدة لا تأتي بالحلول. الأمم المتحدة تأتي لشرعنة الواقع الاستعماري، الواقع الإخضاعي، الواقع الاستعباري. هذه هي مهمة ووظيفة الأمم المتحدة في كل تعاملها مع نقاط وبؤر التوتر، وخاصة التي فيها مقدرات وثروات. هذه قناعة راسخة لابد أن تكون واضحة، ومن يريد أن يطلع على تاريخ الأمم المتحدة فليفعل، الأمور مفتوحة. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله أنه هناك تناقضات دولية فعلا، لابد للإخوة الليبيين أن يكتسبوا مهارات سياسية كيف يلعبون على هذه التناقضات. لابد أن يتوقفوا على سياسة التسفيه والتخوين والتبديع والتجهيل والكيل بمكيالين. لابد أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة لها مرجعية شرعية ثورية ولها مرجعية شرعية دينية واحدة. بمعنى أنه لابد للسياسيين، كما قلت أن السياسة فن الممكن، لا، السياسة ليست فن الممكن أخي الكريم، السياسة هي تحقيق المصلحة لأمة الإسلام في الدين والدنيا والآخرة. هذه هي السياسة. الممكن ممكن أن ننحني، ممكن أن نركع، ممكن أن نخضع، ممكن أن نقبل بالاستعباد، لا، هذه ليست سياسة. هذه واحد. الشيء الآخر أنه الآن توفر للإخوة الليبيين ما لم يتوفر عند غيرهم لرفع الهيمنة، توفر عندهم السلاح. لابد أن تكون هذه نقطة حمراء، أبدا لابد أن يعني لن يثيروا في أي جدولة من جداول التفاوض قضية تسليم السلاح لأي كان، سواء كانت الحكومة توافقية، سواء كانت الحكومة نرجسية، سواء حكومة لا أدري. مستحيل أن يقبل الشعب الليبي أن يسلم سلاحه لأي كان في هذه الفترة أبدا، حتى تتضح الأمور ثم بعد ذلك يقرر الشعب الليبي. هذه واحدة.
الشيء الثاني عندكم المنشآت النفطية لا زالت تحت مرماكم ولا زالت تحت أيديكم، لابد من تحكيم إحكام السيطرة عليها وإحكام السيطرة على أنابيب الناقلة من المنبع إلى المصافي وإلى الموانئ، ربما الصورة عند المخرج يستطيع أن يبينها لنا. عندكم لابد تموضع كل القوى خلال هذا الشريط وخلال طريق هذا الطريق طريق الإمداد الاستراتيجي للطاقة والنفط. عندكم ساحل خطير جدا، أنتم أصحاب الأرض، مستحيل مهما كانت الدول الأجنبية لها نية التدخل في البلد، مستحيل أن تفعل بدون أن تجد لها عملاء عندكم في الداخل، أو بدون يعني ممكن أنها تحكم الحركة العسكرية فوق أرض لا تعرفها، مع وجود أقمارهم الصناعية، مع وجود تجسسهم، مع وجودهم، لكن أنتم أصحاب الأرض، تعرفون دروبها، تعرفون أهلها، تعرفون قبائلها. هذه نقاط القوة التي عندكم. عندكم أيضا نقطة قوة الدول المجاورة، عندكم حدود مترامية، يعني الآن إيطاليا والغرب يعني يرتعد وخايف أن أي تدخل عسكري سوف يعتبره الإخوة الليبيون أنه غزو، كما صرحت بذلك قيادات إيطالية، لا نريد أن يعتبروا قدومنا غزوا، يخافون من ذلك، لأنه معنى ذلك لابد أن ينتشر الجهاد، ولابد أن تلتحق أفراد وعناصر من الشرق والغرب لنصرة الشعب الليبي. هم عندهم هذا سيناريو الكارثة، سيناريو مخيف جدا. عندكم الآن زمرة سياسية بدأت تتكون، لابد أن ترقي مستواها أكثر في المفاوضات، اكتسبت خبرة، لابد أن الثوار والسياسيون والقبائل ومشايخهم وأبنائهم لابد أنهم يخترقوا هذه الصفوف. لابد مثلا حكومة سراج، ولو أن حكومة بارجة بحرية وحكومة وصاية وحكومة مقترحة من النظام الدولي من الأمم المتحدة، لابد من اختراقها، لابد اختراق جميع المستويات. عندكم الفرصة لذلك، عندكم القوة لذلك، عندكم الوقت لذلك، وتفويت مثل هذه الفرص معنى ذلك فعلا أنه فوتهم فرصة تاريخية. طيب لو نعود إلى قضية النظام الدولي، أيضا دور روسيا في هذا الصراع، الآن هناك زيارات محمومة قام بها المجرم الحرب حفتر، وكذلك أيضا بعض السياسيين، كل ذلك للسعي عند الروس، ربما يجدون دعما أو غير ذلك. بالنسبة لروسيا الآن لابد للرجوع، يعني نصعد فوق حتى نرى المشهد من فوق. روسيا الآن أريد لها أن تكون شرطي منطقة الشرق الأوسط مع مراعاة المصالح الغربية والأمريكية. فأنتم تلاحظون الانسحاب والتراجع الأمريكي عن منطقة الشرق الأوسط لصالح روسيا. الآن تريد روسيا أن تبقي ليبيا سوقها المعهود، وتريد أن تكون ذات الكلمة، يعني كلمتها موجودة في ليبيا أمام الإرادة الغربية، هذا واضح جدا. بعد أن تم هناك يعني الخريطة، إذا كان نرسمها سوف ترون خريطة الناتو مجتمعة، هناك هذه خريطة دولية، هناك الحلف الفرنسي الروسي ووراءه الإمارات وبعض الدول الإقليمية، هناك الحلف الغربي الذي يضم إيطاليا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا، وهناك الآن يعني هذا الحلفين مصالحهما اختلطت قليلا، وتريد روسيا أن تكون حاضرة لتميل الكفة في الحلف الإيطالي الألماني الفرنسي. فما يحدث الآن ترونه تسارع حفتر وغيره من بعض القيادات الليبية نحو روسيا، يريدون أن يحظوا بذلك الدعم، يريدون أن يسوقوا أنفسهم بأنهم الأقدر لإدارة وحماية المصالح الروسية، لكن أظن أنه هذا من باب المناورة السياسية والحصول على بعض الضوء الأخضر لتسليح جهة معينة وقصد بها حفتر، ولا أظن أنها ستأتي بخير للشعب الليبي. طيب الآن أيضا من الأساليب الثورة المضادة، وكذلك هو الحقيقة ليس خاص بليبيا إنما هو في العالم أجمع، هو أسلوب واضح، وهي قضية الفزاعات. الآن يجعل هناك بين يزرع عدو للثورة وللشعب،
وتقام عليه الدنيا ولا تقعد، ثم بعد ذلك تشن عليه الحرب. الآن مثل ما يفعل بتنظيم الدولة، ما هي نظرتكم في تنظيم الدولة في ليبيا؟ عندكم في ليبيا ثلاث أخطار مهددة في الداخل. أولا الفزاعة، فزاعة داعش. ولو ترى الخريطة، فزاعة تنظيم الدولة، ولو ترى الخريطة في بدايتها يعني البؤر التي انتشرت فيها واضحة، ثلاث بؤر تسيطر على الخليج بين قوسين الليبي الاستراتيجي، وتروا أن تمركز القوات الأجنبية، من طلائع القوات الأجنبية في نفس الأماكن، وهي نفس الأماكن التي تتواجد فيها المصافي البترولية والخطوط الإمداد الاستراتيجية. هذا من جهة، هذه واحدة. الشيء الثاني أنه عندكم مشكل الخطر القبائلي، عدم تفاهم القبائل فيما بينها. والخطر الثاني الثالث الذي يبدو الآن، وهو خطر الفكر المدخلي الذي يعني يدعو، بعدما كان وظيفته هو التبديع والتسفيه في الأمة الإسلامية، الآن بدأ يكتسب السلاح ويطعن في المراجع، في المرجع، المراجع الليبية، ويهدد ربما تهديدا مستقبليا الثورة الليبية. لابد التنبه لهذه النقطة تنبها يعني جديا. بالنسبة لنرجع لتنظيم الدولة، أنه حتى وإن قضوا على تنظيم الدولة أخي الكريم، ترى تصريحات هاموند وتصريحات هولاند وتصريحات جنتيلوني، كلهم يقولون كان يعني لابد لنا من تحرك عسكري ولو سري للحد من تنامي الدولة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية. والحقيقة ليست بدولة، وأثبت الثوار أنهم قاتلوهم ودحروهم لحد الآن. ومع ذلك يصر الغرب على أنه لا زال هناك التهديد لتنظيم الدولة الإسلامية، لأنه فزاعتهم المثلى، وإذا انتهت هذه الفزاعة فسوف يجدون فزاعة أخرى. الأوضاع والمعلومات تشير كلها حسب اطلاعنا أن أزلام القذافي وتنظيم الدولة، عناصر كثيرة من تنظيم الدولة وحتى ميليشيا حفتر تخرج من مشكات من سرداب واحد. لهذا ربما قتال الثوار لهذا التنظيم كان موفقا، وربما بعده سيضطرون أيضا لتصفية الداخل الليبي، لأنه مع الأسف الشديد لازال هناك عدم إحكام السيطرة على التراب الوطني الليبي من طرف القوى الليبية الحرة الحية. بالنسبة للمنظومة الدولية، سوف تتعامل مع هذا الأمر على أنه مسلم، رغم أنه الواقع الليبي يكذب ذلك، لكن هم يعنيهم ويعنيهم إقناع البرلمانات الليبية، إقناع شعوبهم للتدخل العسكري، ولا يهمهم إقناع الشعب الليبي أو الشعوب العربية. نعم. طيب، أدوات الصراع الحقيقة كثيرة وليست هي فقط بالفزاعات، ونجد من هذه الأدوات التي تستعمل في المعركة العامل الديني والفتوى الشرعية، وهي حقيقة أيضا عامل إيجابي من ناحية وكذلك عامل سلبي من ناحية أخرى. فهناك أيضا الثورة المضادة تستعمل هذه الفتوى للتغرير ببعض الشباب والقيام ببعض التحركات، مثل الآن ما تفضلت به، قضية الفكر المدخلي وانتشاره في ليبيا، ووجود بعض التحركات، هناك من يناصر ويقوم بكتائب ويناصر في حفتر ويقاتل معه، وفي نفس الوقت هناك من خرجت فتوى بعدم جواز قتال تنظيم الدولة في سرت بحجة أن الذين يقاتلون هم من الإخوان والمقاتل وهلم جرى. شوف أخي، هذا العمل على كل حال قد يبدو بالنسبة للإخوة الليبيين الآن في هذا العصر جديدا، لكنه كان قديما. بريطانيا أنشأت الفرقة الأحمدية وأنشأت فرقا موالية لها، أربكت الساحة الإسلامية في الهند وفي بنغلاديش وفي أفغانستان إلى حد كبير.
فرنسا استعملت المدارس الصوفية، استعملت العرق الأمازيغي، بعض العرق الأمازيغي لقتال الثورة الجزائرية ضد المجاهدين الجزائريين ضد فرنسا، والآن يستعملون من أدوات الثورة المضادة هذا بين قوسين يسمونه الفكر السلفي الجهادي، وهو بعيد جدا أو ما يريدون أن يحصروه في تنظيم الدولة، والفكر الصوفي ليس كله طبعا الذي على شاكلة ما كان الصوفية، بعض الصوفية في الجزائر نحمد الباري أنه رزقنا بباري، يقصدون باريس، يعني نشكر الباري أنه رزقنا بباريس وربي جاب باريس فرنسا وربي خرجها. فهذا النوع من الفكر الإيديولوجي أدلجت بعض الفئات، الهدف منه واضح، كان إخضاع والبلبلة، بلبلة المرجعية للثورة وللمجاهدين. تنظيم الدولة يصب في هذا الباب، هذه الفتاوى تصب في هذا الباب، الفكر الصوفي المتخاذل، لا أقصد الصوفي المجاهد الحر الذي ناهض الاستبداد والاستعمار والاستخراب. هذه الأدوات أصبحت مكشوفة، الثورة الليبية، الثورة الشامية، الثورة العراقية، الثورة اليمنية، الآن كشفت كل هؤلاء، الثورة أصبحت هي الفاضحة، هي المخزية، هؤلاء سوف تلعنهم الأجيال القادمة، كيف بالله عليكم يعني سوف تتعامل معهم حتى أبنائهم. فواضح جدا أنه الآن النظام الدولي أخرج كل آلياته، استعمل كل أدواته، وإن شاء الله إذا تنبه الإخوة الليبيين لهذا ولا يعير لذلك انتباها سوف يجتازونها كما اجتازوا عقبات نعم قبلها يا وما أشد أستاذ، وأخطر من أستاذ رضا، ذلك. لكن من ناحية أخرى لعل هناك قضية هذه الأفكار وهذه الجماعات الدينية هي تعبر عن قناعاتها، وليست بعض اللي يقول البعض يقول انها مسيسه وتستعمل استخباراتيا من قبل بعض الاطراف، وهنا وفي نفس الوقت من يرى ان هناك تلاقي مصالح بين هذه الجماعات وبين بعض الدول التي لها اغراض اخرى في ليبيا. انظر اخي الكريم، الجماعات هائله في البداية تعلن عن نفسها أنها دينية ولها قناعات، نحن لا يعني مستحيل أن نقول بالعمالة الكلية والتعميم، لكن العمالة صنفان، هناك عمالة هما ضدان ونقيضان لكن مؤداهما واحد، هناك عمالة تحت التأثير وهناك عمالة تجنيد. عمالة التجنيد واضحة، من أجل المال، من أجل المنصب، من أجل النساء، من أجل المنصب، يعني واضحة هذه العمالة. أما عمالة تحت التأثير أنها يخلق لك جو من المؤثرات ويزرع فيك نوع من الإيديولوجيات أو نوع من الأفكار يجعلك تتعامل معها، تقتنع معها، تشكل لك بعدها بعد ذلك قناعة تطول حتى تصبح عقيدة، وبعد ذلك تقاتل من أجلها، كما صنعوا مع الدولة القطرية والوطنية، بحيث أنهم قسموا البلدان ورسموا الحدود وأنشأوا الجيوش ودربوها وصنعوا لنا هوية في هذه الحظائر، وبعد ذلك أصبح كل الناس يموتون من أجلها ويعتقدون فيها. أنا لست ضد البلدان، لست ضد الوطنية الحقة، لست ضد الشعوب، لست ضد بناء دول حرة، لكن هذا ما وقع مع الأسف الشديد. فالأدلجة خطيرة جدا، هناك إيحاءات، هناك تأثيرات قوية، وهناك دول تخوض هذا منذ سنين، يعني هناك يعني العمل على تراكمات الأجيال، مثلا ما حدث في مع الحركات الصوفية في القفقاز، في الجزائر، في الهند، ما حدث مع أيضا تنظيم الجهاد منظم، يعني تنظيمات جهادية وكيف استعملت ووظفت، هذا لا يعني أن هناك عناصرها كلهم عملاء، لا، هناك عناصر صادقين مؤمنين بشيء معين تمت أدلجتهم، ولهذا المرجعية الدينية مهمة.
المرجعية الشرعية عندكم يعني صمام أمان لابد الحفاظ عليها مهما كلف الثمن، غيابها سوف يخضع الثورة الليبية، كما ترون أنه لا يسمح لقيام مرجعية شرعية في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن. ونفس الشيء الآن أنتم تمتازون عن غيركم من الثورات أنكم لكم مرجعية شرعية، فهي مستهدفة ويريدون القضاء عليها. وهذا ما يحصل الآن، هناك استهداف قوي للشيخ سماحة المفتي الشيخ صادق الغرياني، والحقيقة من عدة قطاعات واتهامات خطيرة، وأحيانا بل كثيرا ما يكون بالافتراء، وخاصة الآن هذه الآن المتداولة حاليا هي قضية عندنا هنا في ليبيا، من يريدون أن يشيطنوه ينسبونه إلى إما إلى داعش أو إلى الإخوان والمقاتلة، حتى يروجوا أو يشوهوا سمعته، وهذا ما يفعلونه الآن بالشيخ الصادق الغرياني. طيب هناك سؤال بسيط، نعم، هؤلاء لماذا ينتبهون لداعش الصغرى؟ لماذا يحصرون هدفهم في استهداف الشيخ صادق الغرياني حفظه الله؟ ولماذا لا يسخرون كل جندهم لتجنيب ليبيا خطر الوصاية والهيمنة الدولية؟ لماذا لا يذهبون يقاتلون فرقة الكوموندوس الفرنسية التي تتوجه لدفع قوات حفتر؟ لماذا لا يقاتلون القوات البريطانية الموجودة على الحدود التونسية؟ لماذا لا يقاتلون 5000 عنصر المنتشرة في جمع المعلومات في ليبيا من طرف الناتو؟ لماذا لا يقاتلون كل هؤلاء؟ لماذا الآن يشغلون الشارع الليبي في تنظيم الدولة الذي أثبت الثوار أنهم يستطيعون دحرهم، وكلما دخلوا كانوا كالحق فإذا حضروا زهق الباطل؟ لماذا يتعمدون في استهداف الشيخ واستهداف مكاسب الثورة ومكاتب الشعب الليبي عموما؟ واضح أنه هذه ليست مجرد علامة استفهام، نتائج أعمالهم مواقفهم ستكون هي كفيلة بالقضاء عليهم وفضحهم أمام الأمة. طيب في آخر هذا اللقاء أستاذ رضا، الآن في نظرك ما هي الخطوط الحمراء التي لا ينبغي لأنصار ثورة فبراير التنازل عنها في هذا الصراع؟ هناك دائما الحلول العسكرية تنتهي بحلول سياسية ويتعرضون للمفاوضات، والحقيقة أن حتى من جهة الأمم المتحدة لا تكف عن إخراج بعض المبادرات وإيعاز بإخراج مبادرات من توجهات أخرى أو من جهات أخرى، فبالتالي في هذه الخضم هذه المبادرات وكثرتها وزحمة هذه الحلول، ما هي الخطوط الحمراء التي لا ينبغي على الأنصار فبراير أن يتنازلوا عنها؟ أولا أنا لا أحصر تحرير ليبيا وبنائها في فقط جماعة فبراير، وهم الآن فعلا يقودون ذلك، لكن هم القاطرة والمقطورة هي الشعب الليبي الكامل، لابد أن يكسبوا ثقته، ولابد أن يتجاوزوا خلافاتهم، وأن يبدوا أكثر مرونة، أكثر رحمة، أكثر استراتيجية أكبر وأخطر للتعامل وحفظ الحاضنة الشعبية الليبية. هذا الخط الأحمر الأول. الخط الأحمر الأول لابد والحذر الكبير من فقدان الحاضنة الشعبية. الخط الأحمر الثاني هو الحفاظ مهما كلف الثمن على المرجعية الشرعية المتمثلة في الشيخ ومن معه والجهة ومكاتب الدراسات التابعة له. الخط الأحمر الثالث هو عدم وضع السلاح وعدم تسليمه مهما كلف الثمن، لا يسلم السلاح. وأنا أنبه أن المبادرات الأمم المتحدة وغيرها لا 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 ترفض كلها، ولا يجوز الاطمئنان لها كلية. فهم يتكلمون عن عمل سلمي وتحقيق السلم، والمخابرات البريطانية تجمع مضادات الطائرات وتستعمل تجار السلاح لتشتريها من الثوار بأسعار خيالية. هذا لابد التنبه إليه. الخط الأحمر الرابع وهو حماية المنشآت النفطية، ولا يجوز التفريط، وخطوط الإمداد
لا بد أن تبقى تحت الحماية وتحت اليد وتحت المرمى أيضا. إذا فقدتموها فلا بد أن تحيدوا أن العدو يستعملها، ولو لابد من التفكير حتى بخطط جنونية، تفكيك كل المصافي إلى أماكن ذات السيطرة للثوار، توجيه أنابيب إلى جهات أو قطعها، يعني المهم التحكم في هذا العنصر الاستراتيجي. الشيء الخط الأحمر الخامس وهو عدم التخلي عن العاصمة مهما كلف الثمن، وإذا لا قدر الله سقطت العاصمة أو خرجت من أيدي سيطرة الثوار بطريقة من الطرق، فلا بد من اعتماد تقنية عبد الأمير عبد القادر رحمه الله في الجزائر، تقنية العاصمة المتنقلة. لا بد من ابتكار حلول استراتيجية وعسكرية للتعامل مع أي موقف. الخط الأحمر السادس وهو يعني ربما استراتيجي، أن الثورة الليبية والإخوة في ليبيا لا بد أن يحافظوا على حسن الجوار مع الدول المجاورة، ولا يعني يستثيروا لهم عدوا إضافيا، كما أنهم الخط الأحمر الذي لا بد أن لا يتخلى عنه الثوار، أن الثورة الليبية لا بد أن تكون عمقا للثورات الأخرى وتمد جسورا بحيث تكسب حلفاء مؤثرين موالين لهم نفس الإيمان نفس الرغبة في التحرر من الاستبداد ورفع الهيمنة. نعم، لا يسعنا حقيقة في آخر هذا اللقاء إلا أن نشكرك أستاذ رضا يحيى الحسيني على ما تفضلت به، وربما في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى نستوضح منك بعض الأمور، وبل مواضيع كثيرة تحتاج إلى قراءة استراتيجية ونظرات من بحاث وكذلك كتاب من أمثالكم، جزاك الله خيرا. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.